وفي خبرنا الأخير، حيث تمكن فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم من الفوز على فريق أشانتي كوتوكو الغاني بهدفين لهدف واحد في مباراة جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب طرابلس الدولي. المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات فريق الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لسنة 2016، والتي ستنطلق في 14 من فبراير القادم. يشار إلى أن المباراة أجريت بحضور جماهيري كبير، ارتفعت فيها الهتافات منادية بحياة الكرة الليبية، وكذلك لم تغب بنغازي الشرارة، شرارة الثورة وجورة الساحل في أجواء وصفت بالمستقرة أمنيا. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد أحمد الفلاح، لاعب سابق في المنتخب الوطني. سيد أحمد الفلاح، أهلا وسهلا بيك. سيد أحمد، ألو، مساء الخير. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن، نحييك ونحيي أسرة قناة التناصح على هذه الدعوة. أولا نحب أن نترحم على كل شهداء ليبيا، ونحب أن ندعي لكل الجرحى والمفقودين بالعودة إلى ذويهم. استاذ عبد الرحمن، الحقيقه اليوم عرس كروي جميل اليوم قام اتحاد طرابلس، واليوم الاتحاد هو في فتره عراس، وانت عارف قيمه الرياضه، وعارف انها لمه الشمل، وعارف حقن الدماء، وان الرياضه لها الدور الاساسي ولها الدور الكبير في هذه الاشياء. والاتحاد اليوم ابدع، واليوم اعطانا عرس رائع، واعطى رسائل جميله في رفع معنويات الى مدينه بنغازي. طيب. العالم ان نحن مدى بلد امن وامان، نقدر نقيم مبارياتنا، نقدر نلعب بدون اي مشاكل. اليوم تجمع الشعب الليبي كله من جميع القبائل، من جميع المدن، في هتاف واحد، في تشجيع واحد، ما فيش هويه، ما فيش قبليه، كله من اجل الوطن، كله حب في الوطن، كل الافراح. هذه بادرة كويس. من ناحية الفنية عجبني فريق الاتحاد اليوم، كان رائع في أداه، فريق متجانس له فترة على الساحة، فكان اليوم رائع، وإن شاء الله نتمنى له في المسابقات القادمة. طيب. نتمنى له التوفيق. أيضا سيد أحمد، سيد أحمد ذكرت أن هناك رسائل يعني تم إيصالها أو بثت رسائل جيدة هذه المباراة اليوم بحضور الجماهير الكبير التي شهدته ملاعب طرابلس، يعني ما هي أبرز هذه الرسائل؟ أبرز الرسائل اللي معززوا عليه الساسة دارات الرياضة. الساسة قاعدين يطاحنوا في تطاحن وفي انقسام، ومسلمين أمرهم للدول الأجنبية، ومسيمرين أمرهم للناس اللي خارج الوطن. اليوم الرياضة عطتهم درس، فإن نحن ما تعزوا أنتم عليه نحن نقدروا نعملوه، من خلال اللحمة الوطنية، من خلال لم الشمل، من خلال الهتافات، من خلال رفع المعنويات. أنتم ما تتكلموا، نحن يد وحدة، نحن شعب واحد، نحن مدينة وحدة. الجمهور اللي اليوم ما فيهش من طرابلس، هذا فيه من مصراتة، من بنغازي، من سرت، من طبرق، من جميع، وهتافهم واحد من أجل ليبيا، من أجل اتحاد طرابلس. حاسين بنغازي الجريحة، رسائل البنغازي، رفع معنويات البنغازي، مدوش على سياسة كيف... ما قالوا لهمش أنتوا تفاهموا. سيد أحمد، هم نعم. سيد أحمد، كيف تصف الأجواء الأمنية التي حصلت فيها يعني هذه المباراة أو هذا العرس كما وصفته؟ هذه رساله للعالم. ما تقدرش انت مهما تقول، خذ كلوبر وتدهور به في ساحه الشهداء، خذ هذا وامشي به، انا خذ هذا، لكن لما تجيب مباراه في مجمع فيها اكثر من 80,000 ما بين الاهلي والاتحاد، والحساسيه اللي يحكوا عليها، والمشاكل والامن، وما فيش امان، وتنتهي المباراه بالعرس اللي نحن شفناه، وطالع الاهلي والاتحاد يد واحده ولحمه واحده، وطلع الجمهور وطلع الناس كلهم، ما انطلقتش رصاصه. هذه رساله للعالم. ما تقدرش انت من خلال الساسه او من خلال مجلس النواب ولا المؤتمر يقول لهم تعالوا نحن امن وامان. اليوم الاتحاد طرابلس تاخذ شرطانك وتاخذ فيديوهاتك باسطوانات وتقول تفضلوا يا عالم نحن امن وامان، ارفعوا علينا الحصار، خلونا نلعب في ليبيا، خلي منتخبنا ترتفع معنويات ويخشش الفرحة ويخشش اللمة. شكرا لك، ويخشش الانتصار. نعم. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الفلاح، اللاعب الدولي ولاعب سابق في المنتخب الوطني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، داهمنا الوقت، نعتذر منك أشد الاعتذار بهذا.